خلافا لما اعتادته سابقا، تبدو الأرملة أم عمر عاجزة هذا العام عن شراء مكونات صناعة حلو الكليتش العراقية لتقديمها إلى الضيوف المهنئين بالعيد، فالغلاء أرغمها على تحديد الأولويات عند التبضع. يعني بالنسبة لي ما أقدر هالسنة أسوي كليتشة، يعني شوية ظروفي شوية ما تسمح لي، تعرفاني ما عندي يعني وأني صاحبة أيتام يعني، وظروفي كلش تعبانة. هالسنة لغيتها يعني، العدية أفرض شيء يعني أسوي يعني غير أشياء يعني الجهالي. مع دنو عيد الفطر المبارك، تجد شريحة الفقراء في العراق التي تقدر نسبتها بنحو 30% نفسها مضطرة إلى الاستغناء عن كثير من طقوسها الشعبية المعتادة. فمؤشر التضخم في البلاد تخطى 40%، بينما اجتازت البطالة 16%. وجود طبقات هشة في المجتمع العراقي نتيجة سوء توزيع الدخل بين طبقات المجتمع، هناك ما لا يقل عن 30% من أبناء الشعب هم بمستوى خط الفقر، فعلينا توسيع دائرة الرعاية الاجتماعية وهو ما موجود حاليا في موازنة 2023 لإضافة 500,000 أسرة إلى منطقة الرعاية الاجتماعية. في محاولة لتقليص آثار سوء توزيع الدخل، تسعى الحكومة الحالية إلى دعم الطبقات الهشة من خلال توسيع دائرة المستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية ودعم مفردات البطاقة التموينية. اجتمعت البطالة والفقر بنسبهما المرتفعة مع أزمة تفاقم الأسعار مشكلة كابوسا يبدد فرحة استقبال العيد لدى كثير من العراقيين ويحرمهم من الاحتفال بأجوائه المعتادة. راد المعموري، ترى عربي، بغداد.